ورايا عندما تسجل الاولى يا رامي. مميز ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله وحطها في الجول. بدون ضربه بعيد حطها في الجول. فرانكيسي على يسار الحارس رايس وهاب ملحي بروح سجلها. خليني اقول لكم بروح. اسلام يتقدم اسلام وحطها في الجول بروح. حطها في الجول بروح. اسلام سليماني يا سلام. خايف كورني هو اللي خايف كورني هو اللي خايف كورني حطها في الجول. كورني حطها في الجول. يعني تعادل في كل شيء. حابين تودونا في 60 داهية هكذا. كل شيء تعادل في اللعب وفي في الفرص وفي كتلة قوة كتلة إرادة كتلة عزيمة كتلة إصرار كتلة جزائرية حارة وقوية جدا. هذا أندي دولور بقوة حطها. شوف زملائهم اللي راهم تعبانين زملائهم اللي وكأنهم ينتظرون التضييع. بوني ضيعها بوني ضيعها. قلت لكم زملاء ينتظرون التضييع. بوني 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 ضيع ركلة الجزاء يا جمال ضيع ركلة الجزاء بوني يا جمال. هادموا الناس هادموا الناس وجول هادموا الناس وجول. فرصتان الآن ينقذها الرئيس أو يسجلها الخامس. سجلناها يا بغداد نتأهل. يوسف بلايلي يوسف بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي ماذا فعلت يا بلايلي ماذا فعلت يا يوسف. غايب كايوكو غايب كايوكو غايب كايوكو غايب كايوكو وضيعها وتأهلنا يا سلام وضيعها وتأهلنا يا سلام. الله أكبر على الجزائر بجدارة واستحقاق وامتياز بشكل بطولي. يتأهل الخضر يتأهلون للمرة السابعة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا. تأهلوا بعد فوزهم الخامس يوم الخميس في الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر. خموس جبرين عليكم. يبدو أن حكاية الجزائريين حكاية متواصلة.